الحمد لله جعل شهر رمضان سيد الشهور، وأفاض فيه الخير والنور. يعيش المسلمون في ظله بسعة وحبور، سبحانه يغفر الذنوب ويستر العيوب ويغيث المكروب، وهو علام الغيوب. وأشهد أن لا إله إلا الله فرض علينا الصيام تهذيبا للنفوس وتقوى للقلوب، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر ميامين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم واستنى سنتهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد استقبلنا منذ أيام قليلة شهر رمضان المبارك، ومن خلال هذا الشهر الكريم فإن الله تعالى يفتح أمامنا فرصة جديدة للعفو والغفران، لأن رمضان شهر العفو والغفران والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله، فهنيئا لنا بهذا الوافد الكريم والموسم المبارك الذي جعله الله تعالى فرصة للتائبين، لمن يريد أن يتوب. المولى يفتح لك أبواب السماوات في رمضان ويغلق أبواب النيران ويصفد الشياطين من أجلك، يهيئ لك الزمان والمكان والظروف لتتوب لترجع. فرمضان هو شهر التوبة بامتياز، وهو شهر المصالحة مع الله تعالى ومعاداة الشيطان. كثيرا ما نطيع الشيطان وننفذ أوامره، وكثيرا ما نعصي ربنا. فعلى الأقل في هذا الشهر الفضيل نقلب المعادلة، نعود إلى ربنا، نطيع ربنا، نتوب، نعلن التوبة، نجدد التوبة، نقلع عن الذنب، نقلع عن الخطيئة، لنستمر على ذلك بعد رمضان. فهو شهر التوبة بامتياز، وهو شهر المصالحة مع الله تعالى ومعاداة الشيطان. فاستجيبوا لنداء الله تعالى حين قال في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جميعا، لا أحد يستثنى من التوبة، كلنا خطاؤون، كلنا نخطئ، وكلنا يجب أن نتوب. قال: وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا بدون استثناء. من يا الله؟ أيها المؤمنون. نعم، لم يقل أيها الكافرون، بل قال: أيها المؤمنون، أنتم توبوا إلى الله. أيها المؤمنون، أقبلوا على الله تعالى بصدق وإخلاص، فقد سمى نفسه العفو والتواب، فهو الذي يغفر الذنوب
كل عبد منيب أواب. قال الله تعالى: وإني لغفار. قال تعالى: وإني لغفار. لا يعني لا بالتوكيد، كلام الله مؤكد والله غفور، لكنه ليبين لنا كم يعني يغفر المولى وكم يعفو وكم يسمح عن عباده المذنبين. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. شوفوا شروط الخير. وإني لغفار، أي أغفر لكم ولكم بشروط. لمن المغفرة يا الله؟ عمن تتوب يا الله؟ من تسامح يا الله؟ قال: لمن تاب، أن تعلن توبتك في رمضان، فرمضان شهر التوبة. ثم آمن بما أنزل الله، ثم عمل صالحا، ثم اهتدى، سار على طريق الهداية والهدى، ولم يعد إلى المعصية والآثام. وقال عليه الصلاة والسلام مبرزا فضل رمضان، قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم يغفر لك ذنوبك في رمضان، ما ارتكبته قبل رمضان يغفره الله لك في رمضان. فهل يجوز أن تفرط في هذه الفرصة وهذه المنحة التي منحك الله إياها؟ إن العاقل لا يفرط في ذلك يا عباد الله. وقال أيضا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رب يغفر لك ما بين صلاة وصلاة أخرى، ويغفر لك ما بين جمعة وجمعة التي تليها، ويغفر لك ما بين رمضان عمنا ورمضان إسلام، لكن بشرط تبتعد عن الكبائر. الكبائر: حقوق الوالدين، الشرك طبعا، الكفر، حقوق الوالدين، اتيان المحرمات من خمر وزنا وفساد، نسأل الله السلامة. عباد الله، شهر رمضان هو فرصة أمام المذنبين، لأنه شهر العفو وهو شهر المغفرة لأصحاب الذنوب والتقصير. ومهما كان ذنبك يا عبد الله، مهما كان ذنبك كبيرا ومهما كان ذنبك عظيما أيها المؤمن المسكين، فقم وتذلل وتضرع وابكي وناجي وتذلل بين يدي الغفور الرحيم التواب الكريم. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بارتكاب المعاصي والذنوب، ما هوش إسراف الفلوس، أسرفوا بارتكاب المعاصي والذنوب والآثام والسيئات. قل يا عبادي، ربي نسبك له، أنت عبد الله، الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لا قنوط من رحمة الله، مهما تكبر لا قنوط ولا تقنط، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بشرط توب وارجع واقلع. أيها المؤمنون، إن مما ورد في باب الرجاء والأمل أمام المذنبين قوله تعالى في الحديث القدسي الذي يقول فيه رب العزة: يا ابن آدم، يا ابن آدم، يا ابن آدم، وكلنا لآدم، وكلنا أبناء لآدم، نحن معنيون بالخطاب. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك و
ولا أبالي. قال لك تدعيني مدديني تتضرع تبكي تتذلل يا رب يا رب يا رب. قال أغفر لك ما كان منك ولا أبالي، لا أستكثر ذلك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. واعلموا أيها المؤمنون الصادقون أن للتوبة شروطا أربعة، يقبل الله توبتك بشروط أربعة إذا حققتها في نفسك وقمت بها. أولا الندم على ما فات، أن تندم وأن تشعر بالندم وبالحسرة وبالألم لأنك ارتكبت معصية فيما مضى، الندم. ثانيا الإقلاع عن الذنب، لن تعود إليه، تقرر قرارا قطعيا لن أعود إليه. ثالثا رد المظالم لأصحابها، أخذت حقوق العباد، إذا أعد حقوق العباد لأصحابها. رابعا العزم على عدم العودة إلى الذنب، قرار كما قلت ألا تعود إلى الذنب مهما كان. وقد زاد بعض العلماء شرطا خامسا وهو الاجتهاد في الطاعات بعد التوبة، تكثر من الصلاة، من النوافل، من الصيام، من النافلة الصيام، من الذكر، من القرآن، من الصدقة، حتى تتحقق توبتك. فمن فعل ذلك بصدق قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيها المؤمنون اعلموا أن التوبة فرصة لتجديد الحياة. أنت لما تتوب وتعلن التوبة وتتذوق حلاوة التوبة أنت تبعث من جديد وكأنك خلقت من جديد، هي حياة جديدة، تجديد لحياتك، وهي فرصة لإصلاح الفرد والمجتمع، وهي سبيل للإصلاح الاجتماعي والسلم المدني. لو تاب كل فرد في البلاد عما يرتكب من تجاوزات قانونية أو شرعية أو دينية أو أخلاقية لصرح حال المجتمع. لذلك فإن الله تعالى يحب التائبين المستغفرين. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بعبد تائب من الظمآن الوارد ومن العقيم الوارد ومن الضال الواجد. فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله تعالى حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض خطاياه وذنوبه. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الاستغفار لأن الاستغفار سبيل للتوبة وهو سبب في سعة الرزق ونماء الخير، حيث قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني، أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه يقول فإني لأتقاكم لله تعالى وإني أستغفر ربي 100 مرة في اليوم والليلة.
أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة